رغم النجاح الكبير الذي حققه مع الفرنسي باتريس كارتيرون في فترة ولايته الأولى العام الماضي ومساهمته في الفوز بكأسي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي، اعتذر سامي الشيشيني المدرب العام السابق للزمالك عن قبول نفس المنصب ضمن الجهاز الفني الجديد، والذي بدأ مشواره مع الفريق اليوم أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. بعيداً عن القلعة البيضاء، استهل الشيشيني مشواره كمدير فني بشكل مثالي عندما قاد فريق أسوان لانتصارين ولا أروع على إنبي وطلائع الجيش في بداية الدوري، لكنه خسر 4 مباريات متتالية بعدها، آخرها أمام المقاصة في الوقت بدل الضائع، وانتهت مهمته مع فريق زهرة الجنوب مبكراً. قبل هاتين التجربتين خاض الشيشيني مسيرة متميزة كمدرب مساعد في العديد من الأندية مثل الجونة والاتصالات وبيراميدز، كما عمل في الزمالك أكثر من مرة بقطاع الناشئين ومع الفريق الأول. كلاعب تألق المدافع الموهوب في صفوف الزمالك والمنتخبات الوطنية خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حيث لعب مع منتخب الشباب في مونديال البرتغال 91 وسجل في مرمى ترينداد وتوباغو، كما شارك مع المنتخب الأولمبي في دورة برشلونة عام 1992. من الدفاع الشرقية وأيمن عبد العزيز بيلعبها لسامي الشيشيني بيلفها حلوة. يا ولد يا ولد يا لعيب، يا خبر ابيض، كره حلوه قوي 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 يا شيشيني، كره جميله 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 حلوه في الدقيقه 41. مع المنتخب الوطني ساهم الشيشيني في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية بسوريا 92 تحت قيادة الجوهري، وسجل أمام المنتخب السعودي في النهائي، كما أثبت حضوره خلال تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 98 في بوركينا فاسو. لماذا اعتذر عن العمل في الجهاز الفني الجديد للزمالك مع كارتيرون؟ كيف يرى تجربته كرجل أول في أسوان؟ ولماذا تراجعت النتائج بعد البداية الرائعة؟ تقييمه لأداء الأهلي والزمالك أمام فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي في دور أبطال إفريقيا وفرص كل منهما في التأهل لربع النهائي. سامي الشيشيني يجيب على هذه التساؤلات وغيرها مع شوبير في ملعب أون تايم.